quand j'étais au lycée, j'avais des amis en fait prolétaires qui avaient étudié au Maroc et on faisait la correspondance. Ah super. C'était en Tanger ou dans quelle ville? C'était à Rabat. قدرنا نجيبوا معنا لواحد 25 جنسية بينهم وزراء ديالنا وسفراء ديال عدة بلدان مع قناصلة دي بريزيدون اي ديريكتور دو شامبر دو كوميرس ديال عدة دول. الوغ هذا المنتدى هذا اختارينا باش نجيبوه للقلميم لما في هذا من سكو سافا ابورتي لهذا المنطقة ديال الجنوب. احنا عارفين مزيان بلي خاصها الاستثمار ومعانا مستثمرين اللي كيهتموا بنطاق بالطاقات المتجددة وفي نطاق النجاعة الطاقية. وحنا تعرفوا بلي هاد الجهه هادي كتسخر بزاف ديال لي بوتونسياليتي ما كرهناش نشدوا هاد المستثمرين باش حتى الشباب ديال المنطقه ان شاء الله غادي يكون عنده فرص ديال العمل. مش لقاء الذي نعقده غدا ان شاء الله حول الطاقات المتجدده والذي يحضره وفد متميز من رسميين من وزراء وكذلك سفراء وكذلك مستثمرين ومستثمرات. على هامش هذا الملتقى كاين اليوم زياره لمهرجان شجر الاركان ببيزكان. هذا المهرجان اللي كيعرف بمنتجات المنطقه خصوصا المنتجات اللي التي تنتجها او ينتجها نسيج تعاونيات. كنعرفوا بانه نسيج اغلبيته نساء، يعني نسيج مكون اغلبيه من النساء، وهذه فرصه بالنسبه للمستثمرين باش يتعرفوا طبيعه الحال على هذا المواد وهذه المنتجات التي تشكل ثروه غنيه بالنسبه للمنطقه. وان شاء الله نتمنوا معهم ايضا مع الشركاء المؤسساتيين ان يكون هناك عمل جاد وقوي من اجل يعني مواكبه هذه التعاونيات، مواكبه ايضا هذا النسيج هذا من اجل تقويته ومن اجل ايضا تحسين الاقتصاد لهم فيما يخص الاقتصاد الاجتماعي. نحن اليوم مع فعاليات يعني الحفل الافتتاحي لتظاهرة المهرجان الدولي ديال الأركان في نسخته الخامسة، يعني والذي عرف حضور يعني وفود من مختلف المناطق ومن مختلف البلدان. يعني على مشهد التظاهرة كان حضور وازن ل يعني طاقم يتضمن يعني سفراء لدول جنوب الصحراء وكذلك دول الأوروبية يعني مختلف مناطق العالم، كذلك بحضور يعني وزراء مغاربة يعني أضافوا قيمة كبيرة لهذه التظاهرة. هذا الوفد الهام يتضمن يعني مستثمرين أجانب ومدراء شركات عالمية. الهدف الرئيسي من هذا اللقاء ومن الحضور كذلك في تظاهرة مهرجان ديال الأركان هو الاكتشاف الثقافة والعدد ديال المنطقة، يعني لإقناع هؤلاء المستثمرين يعني لإنجاز مشاريع تنموية تعود بالنفع وبالخير الكثير للمنطقة. سوبر.